سعيد عشان لما يموت ابو سعيد يحطوه في ضريح. الضريح بقى اللي احنا جبناه معاكم النهارده في فتحه صغيره كده عامله زي الحصاله، لا هي حصاله عشان الزائر اللي رايح لابو سعيد يرمي فيها الفلوس. وجبنا لكم تسريب للفلوس اللي في الضريح، بس مش ضريح ابو سعيد لان ابو سعيد لسه ما ماتش. ضريح زي بتاع ابو صريح، ضريح زي بتاع ابو، ضريح زي بتاع ابو هو اسمه ايه، ضريح زي حسدوني عشان بضحك يا ولاد، سبحان الله انت على طول عم تضحك، لا اله الا الله. ضريح زي بس بقى انا مش هكمل الفيديو، مش هكمل الفيديو. ضريح زي بتاع ابو، اكتبها طيب. خلاص بقى، خلاص بقى يا عم. ضريح زي بتاع ابو، هو كان ايه نظره من ابو سعيد؟ ضريح زي بتاع ابو سعيد، ضريح زي بتاع ابو سعيد. ضريح زي بتاع ابو سعيد. الحمد لله جت. ونشوف كميه الفلوس اللي معاهم قد ايه، وقد ايه الناس الغلابه بينضحك عليها باسم نظره ومدد يا ابو فلان. خلونا نبدا. نظرة ومدد يا ابو سعيد. بس ده راجل اللي هما بيمشوا في الشارع كده مالوش في اي حاجه، اللي مصور الفيديو من اهل القريه، واهل القريه ساعه ما بيشوفوا الراجل ده يطلعوا يبركوا بيه، وعلقوا على نظرة ومدد يا ابو سعيد. لما يموت ابو سعيد ده بقى يعملوا له ضريح محترم كده ومية مية، ويبداوا يتبركوا بيه. هما بيستنفعوا في الاخر يعني، ناس بتيجي من بره اللي عايزه تخلف، اللي عايزه ربنا يشفيها، يروحوا نظره ومدد ابو سعيد، لحد بقى الناس ما بتفقد الثقه في ربنا خالص. عملوه شيخ ونظره ومدد وراجل صالح وولي من اولياء الله. الفيديو اللي بقى